تونسيا فيرونتينا شفنا كيفاش المباراة السيري اي الإيطالية شفنا كيفاش المباراة كانت قوية بالنسبة خاصة وين فيرونتينا اللي ضيع نقولوا باللي ضيع اليوم الفوز. فيرونتينا ما حقوش يرضى بالتعادل، ما حقوش يرضى شفنا كيفاش بريشيا اللي عطاه شوط أول ممتاز وين فانيك كان عنده فرص، لكن شوط ثاني شفنا فيرونتينا كيفاش أضاع الفوز محقق. ونشوفوا كنا نتكلموا على الاستحواذ 65% بالنسبة لفيرونتينا، بريشيا 54%، شنا 372 تمريرة بالنسبة لبريشيا، شنا 455 تمريرة بالنسبة لفيرونتينا. شنا كيفاش المدربين وين شنا كيفاش نقولوا بلي المدربين مونتالي، وشنا كوريا شنا وين بريشيا لعب خطة 4-3-1-2، شفنا كيفاش فيرونتينا اللي لعب خطة 3-3-5-2 يعني، والتغييرات كل مدرب ودار 3 تغييرات. شفنا كيفاش نقولوا ماتريمي الحارس تاع فيرونتينا اللي انقذ المرمى تاعو في الشوط الاول، شفنا فارناك اللي خرج في الشوط ريبيري اللي خرج في الشوط الثاني. يعني كانت المباراة اللي نقولوا بلي مباراة شنا كيفاش ريبيري هو اللي خرج في الشوط الثاني، شنا تشونجيز اللي كذلك خاصة وين ريبيري اللي ضيع أهداف كانت كثير. نقولوا الشوط الثاني أضاع أهداف، ضيع واحد الهدفين خاصة شنا قدام بطاقة حمراء فيدريكو، كذلك فيدريكو شنا كيفاش بول شنا نقولوا بلي جيرمان المدافع اللي في الركنية في الدقيقة 85 وين ضيع هدف كان محقق. ما ننساوش الحارس تاع بريشيا جيسيا اللي انقذ المرمى تاعو، شنا ساندرو نقولوا في ليدريو، شنا كيفاش دانيالي اللي لعبوا بطريقه من اجل الفوز بريشيا. لكن فيرونتينا وين فيرونتينا اللي راهم عندهم لاعبين راهم يصنعوا الفرق، وشنا كيفاش حافظوا على التعادل السلبي 0-0 رغم ان لعبوا بطريقه نقولوا طريقه هجوميه، لكن الحظ كما يقول لك كل فريق ودا نقطه، هذه هي صحيته.